هل يعاقب الرجل إذا لم يعدل بين زوجاته؟ نعم، إذا لم يعدل الرجل بين زوجاته فيما يجب فيه العدل فإنه يأثم بلا شك، بل عدم عدله من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما. أما ما لا يمكن فيه العدل كالمحبة فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلو كان الرجل يحب إحدى زوجاته أكثر من الأخرى فليس عليه في ذلك شيء، لأن ذلك مما لا يمكن الإنسان معالجته، إذ أن المحبة والبغضاء بيد الله سبحانه وتعالى، ليس للإنسان فيها صوبة. نعم، للإنسان أن يفعل الأسباب التي توجب المحبة أو توجب الكراهة، وهذا أمر ممكن وبيده. فمثلا إذا كان يريد إلقاء المحبة بينه وبين آخر أهدى إليه هدية، لأن الهدية تذهب السخيمة وتوجب المودة، وكذلك أيضا من أسباب المودة أن يقوم بحق أخيه إذا كان صاحبا له بالمودة والموالاة وغير ذلك مما يكون سببا في المحبة. بارك الله فيكم.